لما كنا بنقول لو الراجل شغال على ارتفاع ولابس حزام الامان كوسيله حمايه من خطر السقوط ووقع، لان يعني طبعا الحزام بيسبورت ليه بعد عمليه السقوط، يعني الحزام بيقلل من شده الاصابه او الضرر اللي حصل لبني ادم في حاله سقوطه، مش بيمنع عمليه السقوط نفسها. يعني المهم قلنا لو هو خلاص وقع المفروض بننقذه في وقت قد ايه. طبعا خطه الانقاذ لازم تكون سريعه بقدر الامكان، لازم تكون سريعه بقدر الامكان. هل في عدد معين من الدقائق اللي انت بتنقذه فيها؟ لا مفيش، بس انت وانت بتعمل لازم تكون سريعه قدر الامكان. الاوشا بتوصي بيه ان في 30 دقيقه لو راجل اتعلق، الراجل وقع اهوت اتعلق زي ما احنا شايفين ان اهوت الراجل وقع واتعلق، قاعد اكتر من 30 دقيقه او وصل 30 دقيقه ممكن يموت بسبب ضغط الحزام عليه والدوره الدمويه بتاعته بتقف، تمام؟ فساعتها ممكن يموت. طيب ايه الحل؟ الحل زي ما قلنا حاجتين اتنين، اول حاجه ان هي تبقى سريعه قدر الامكان وسيله الانقاذ، تاني حاجه بنركب موضوع الاسترتشر ده اللي احنا شايفينه ده، هنا اهو، والراجل هنا مستخدمه في الصوره كمان هنا اهو. ده بيعمل ايه؟ ده عشان يحرك رجليه، فهو كل ما يحرك رجليه كل ما يدي فرصه للدم